الشاطر برحب بيكم، برحب بكل مشاهدينا وبكل تابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن محمد يوسف مدرب عام فريق النادي الاهلي، يا كابتن يوسف ببارك لك، فوز مهم واداء اكيد كنا منتظرينه من النادي الاهلي، لكن لسه المرحله اللي جايه ولسه المباراه اللي جايه، لكن بشكل عام بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ مبروك، الحمد لله النهارده نتيجه كويسه 3 بونت، وخلينا بس نركز ان شاء الله الماتش الجاي. انا مش هعرف اتكلم طبعا، لكن انا بقول مبروك، مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم السبت. رساله لكل الجمهور يا كابتن يوسف، لسه منتظرينكم في برج العرب، مستنيكم في برج العرب. اجواء طبعا صعبه شويه يا كابتن اسلام، زي ما انت عارف الكل من جمهور النادي الاهلي متواجد بيحاول ان هو يلتقط بعض الصور مع لعيبه النادي الاهلي، حب كبير، لكن اكيد فوز مهم ومطلوب للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه تكون من نصيب النادي الاهلي، ومباراه سان داونز تكون ليها التاثير الكبير لفريق النادي الاهلي.